أسماء ثقيلة توافدت على سجن الحراش بعد حملة قضائية متسارعة فتحت ملفات فساد عديدة. سجن تحول إلى محج للمفسدين ومحط أنظار المواطنين. يجمع الرؤوس الكبيرة للنظام، منهم أفواج تتلاحق تباعاً، فوج سابق من رجال الأعمال دخل سجن الحراش، منهم أفواج أخرى تنتظر دورها بعد أن رفعت شخصيات الحصانة عنها طواعية. الأمر يتعلق بكل من التي استدعتهما المحكمة العليا بالعاصمة. فما هي الأسماء المرشحة لدخول سجن الحراش في الفوج الثالث يا ترى؟